سلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي اوفياء تلمارك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم غلطه العمر. في حلقه اليوم نستضيف واحدا من اساطير كره القدم المغربيه، الامر يتعلق ببادو الزكي. بادو الزكي المدرب، بادو الزكي اللاعب، بادو الزكي الانسان. في هذه الحلقه سنتوقف عند مساره، عند نجاحاته، ونسائله حول بعض اخفاقاته. مرحبا بك سي بادو الزكي معنا في هذه الحلقه. شكرا الاخ حسن، بهذه المناسبه كنبارك الجمهور المغربي وكذلك متتبعين ديال القناه تي في ماروك العواشر المبروكه ورمضان كريم للجميع. شكرا. قبل ما نبداو في هذا الحوار نمشيو جميعا نشوفوا بورتري حول بادو الزكي ثم نواصل الحديث. من مدينة سلا بدأت علاقة بادو الزاكي بالمرمى. من دروب مدينة القراصنة انطلقت رحلة الألف ميل التي بدأت بخطوة واحدة وارتماءات واحدة وتألق لافت في المدرسة وملعب الجمعية السلاوية. المحطة الثانية في حياة الزاكي كانت قلعة الوداد في ملعب محمد بن جلون. تحول الفتى السلاوي إلى نجم المرمى بامتياز. في باقي المحطات لازمه التألق حارسا ومدربا، وأصبحت صورته تتصدر وسائل الإعلام، وأضحى واحدا من أساطير الكرة المغربية. سي بادو، في المسار ديالك كأي لاعب كأي مدرب لا بد كاين أخطاء. قبل من نبدأ في الإعداد ديال هذا البرنامج سولت على بعض المقربين منك على بعض الأخطاء ديالك، ولكن كل شيء يجمع على أن عندك شوية الصرامة، دوز ديال الصرامة زائدة، وكلفتك أن يكونوا عندك خصوم، يكونوا عندك أعداء. بكل صراحة تنظن بأن العقلية ديالي سبقت الوقت، وتنظن داكشي اللي كنت كندير في الله فاش بديت التدريب تاعي ما كانش التوقيت تاعو، الطايمين تاعو ما كانش في المحل تاعو. علاش؟ لأن كان مازال هواية، كانت الهواية، كان مازال الأندية كيترينيو يعني ماشي بتوني موحد، كانش عقود اصلا هذا اللي غدير معاك، ما كانوش كيسافروا يعني بتوني موحد. انا كنت فرطها على الفرق وفرطها على اللاعبين، لان سي ليماج ديال الكلوب، سي ليماج ديال النادي، لان كنمثلوا النادي سواء داخل المدينه تاعنا سواء خارج المدينه. ومن طبيعه الحال هاد الامور دات لي بعض الصدامات مع بعض اللاعبين وكذلك حتى مع بعض المسيرين، لان اللعب كيجيك لونطريمون رغم انت عاطيه باغ اكزومبل عاطيه الحوايج وعاطيه الامور ديال الكونسونطراسيون، كيجيك ما يجيش لا تلف لي التونين لا راه مشى ليا ديك الامور اللي هي تنقول ديال الهوايه. وهاد الامور هي اللي خلاتني نصطدم مع بعض اللاعبين او بعض المسيرين باش يمكن لهم يوجدوا هاد الأمتعة. وتنظن داس واحد 50 ولا 60 إلا كنشوف هاد الأمور ولات جاري بها العمل داخل، ولات مقبولة عند الناس، ولات مقبولة عند الناس، ولات مفروضة، ولات كذلك ولات عندها قوانين التزامية داخل النادي، يعني من ناحية الانضباط ديال كل واحد لابد حتى من المدرب، ولا كتفرض عليه كخصو يلبس التوني ديال. غتسمح لي بادو الزكي، رغم هاد الصرامة ديالك في 2004 سمحتي للجمهور انه يدخل عندك لواحد المحيط اللي ديال المنتخب المغربي في مباراه نهائيه، لقيتي الجمهور في لوطيل وما غيرتيش الفندق مع الفريق الوطني، والنتيجه هو ان اللعابه تقريبا ما كانش تركيز 100% على المباراه النهائيه وضاع منا لقب. لا بكل صراحه كنتفق معك بان ما كانش تركيز، وكانت واحد الفوضى عارمه داخل الفندق، واللي ما كانش لا بيدي انا ولا بيدي حتى المسؤولين
حاولنا باش يمكننا نسيطروا على الوضع، ولكن كان الوضع خارج السيطره بحكم الجماهير المغربيه اللي جات وما كانش عندها حتى فين سكون. بحكم كذلك حنا بغينا نبدلوا لوطيل، لي زوطيل عامرين وحتى لوطيل اللي غادي تمشي ليه ما كاينش. وبكل صراحه عشنا واحد 3 ايام ديال الجحيم قبل المباراه النهائيه اللي فقدتنا التركيز وخلاتنا شويه معصبين، لان الجمهور جاي باش يشجع وعن بالو داكشي اللي كيدير داخل الفندق من تشجيعات من هتافات، راه كتحمس. كذلك حتى ملي كنبغيو نمشيو ندخلوا للريستورون كندخلوا بلي غارد كور، كنبغيو نمشيو للتدريب صعيب باش توصل حتى للحافله، وملي كتمراجع كتلقى عاوتاني الجمهور كيتسناك داخل في الباب ديال الفندق بالهتافات وبالتصاور وبداك الديرونجمون اللي كتكون. الامور كلها بكل صراحه عشنا على اعصابنا مكرهين وفقداتنا التركيز، لان باقي كنعقل على المباراه واحد 20 مينوت الاولى نقدر نقولوا كان تونس كانت يمكن تقتل المباراه. ورغم ذلك استطعنا باش نرجع في المباراه لولا اخطاء فرديه كنا نمشيو بعيد. من الاخطاء ايضا بدو زكي ان الصرامه ديالك صرامه امتدت لبعض المسيرين ديال المسيرين القائمين على المنتخب، يعني في مجموعه من المباريات منعتيهم ما يدخلوش المستودع الملابس ديال ولو من باب التحفيز، خاصه المباراه ديال لاكاليفيكاسيون ديال تونس. اولا هذا الشيء اللي كتقول ما كاينش نهائيا، عمري منعت شي واحد يدخل الفيسيار، والدخول ديال الفيسيار عند المسيرين عنده التوقيت تاعو، لا مجال لاي مسير باش يمكن يدخل الفيسيار. اللي كيدخل الفيسيار بديك الساعه كيتسمى اما مهرج او كيخليك تفقد التركيز. المسير كيمكن له يدخل في اخر المباراه، وانا ما عمري منعت شي حد، لان القوانين عندي معروفه ودالين دو كوندويت عندي معروفه. وما كاينش شي مسير اللي استطعت معاه في هذا الشيء هذا. اللي عندك شي مثال اعطيه ليا نجاوبك عليه. اوزار مثلا، اولا عندك ديال الاوزار تاولات كلعبنا في تونس رابحين بجوج لواحد، دخلنا في لاميطه هذه في المباراه ديال جوج ديال كاس العالم. انا كنعطي التعليمات للاعبين وعندي الباب من مورايا ما كنشوفوش الا وكنسمع الدقان بواحد لا مانير شي شويه مستفزه يمكن ما كان كيدق وما تسمعش الدقان وبدا كيجهد. انا ديك الساعه شكون اللي غادي يحل الباب؟ الكونوريل الكحل. ديك الساعه انا قلت له بغى يحل الباب، قلت له سد عليا الباب، انا ما عرفتش شكون اللي داخل. وكملت ما تخلي حتى واحد، يمكن ماسور يمكن سوانور يمكن طبيب خرج واحد غيدخل في ذاك وكيدق في ذاك الوقت. انا اللي كان يدير فيه الديسكور ديالك، اللي كان فيه الديسكور تاعك، قلت له سد عليا الباب، ما شافش انا مورايا. الوقيته اللي ساليت شكون اللي كان جاي اوزال اللي جاي وتاولات كوم كوا زاكي راه منع اوزال ما سميتها. واخا من حنا ذكرنا اوزال ذكرنا الرجاء بعض الرجاويين خاصة بعض المسيرين كيلوموا كيعاتبوا كيقول لك من الاخطاء ديال بدو الزكي انه حرم الرجاء من واحد الصفقة كبيرة، صفقة ابو شروان، كان خصو غير جوج ماتشات ولا ماتش ويمشي للدوري الانجليزي. وانا عندي في ذاك الوقت كانوا مسيرين اللي عندي بهم علاقة كبيرة وصداقة، اللي اتصل بيا وقال لي بان راه ابو شروان عنده جوج ماتشات. حانات مثلا، نعطيك حانات مثلا. لا ما عمره هضر معايا حانات في هذه الامور. وزيدون واخا غادي يهضر معايا انا، اولا الا كان ابو شروان كيستحق غادي نعيط ليه. انا بالنسبه لي في ديك الفتره ابو شروان اولا كان بليسي، ما كانش واجد باش يكون في المنتخب. ثانيا ما عمر شي واحد ادوالي في هذا السيجي هذا حتى من بعد عاد كنسمعوا. وكنزيد ناكد غير ما كون دولية شي حد في هذا السيجي ما عرفتش. مثلا نشوفوا نعتبروها غلط انك كتاخذ الفريق ولا تقلقتي تمشي. نعطيك مثال الوداد، كنتي على بعد خطوتين من اللقب اللي غادي يكون في البالماريس ديالك اللي غني وغيتزاد بلقب مع الوداد، انسحبتي في اخر لحظه وحرمتي نفسك من واحد اللقب. اولا اللقب ما تحرمت منه،
لان مادام الوداد دات اللقب فهو بحال ديتو انا، لان انا ابن الوداد والفضل كبير ديال الوداد عليا وكراس الوداد والجماهير الوداد باش الزكي استطاع يوصل داكشي اللي وصل ليه. لهذا بالنسبه ليا كانت امور اللي كانت وقعت في ديك الفتره، وكان تنظن بان بعض المسيرين اللي كيعرفوا الحادث وكيعرفوا كون بقيت الوداد ما غاديش تدي الشامبيونه وما غاديش ندخل في ديبتي ديتاي. قلتيها في الهواء صحفيه لهذا انا انسحبت وبقى جوج ديال الدورات حفاظا على الاستقرار ديال الوداد وحفاظا باش الوداد تدي التيتر. ما كيهمنيش يتحسب لي ولا ما يتحسبليش. لا هذه القصه اللي قلتي لها بغينا نعكسوها، راك جيتي للوداد وديتي مع لقب، جيتي مع اللقب قد 97-98 كنت انا في سبورتينغ ديال سلا وكنا بصمنا على موسم رائع مع سبورتينغ ديال سلا، واللي الوداد كانت عاوتاني كتعيش مشاكل سيريه، مشاكل بواحد الشكل اللي ما كيليقش بليماج ديال الواقع، وكانوا وصلوا لا فينال مع الجيش الملكي. وفي ذاك الاسبوع او بقات جوج ديال الاسابيع طلبوا مني باش ناخذ الوداد ونسيرها في العام مع لا فينال. فعلا خديت التوريزاسيون تاعي من الفريق ديال سبورتيك اللي كنت مرتبط معاه وخدمت مع الوداد، وهذا الشيء راه كيعرفوا الجميع، بدون اجر. حتى ملي دينا لاكوب وتعطات المنحه ديال لاكوب، المنحه ديال لاكوب تاعي عطيتها للمساعدين كامل فرقت، وحتى من واحد المكافاه كان دارها مسود الدبلالي وتحياتي ليه من هذا المنبر. الله يشافيه. ونتمنى له الشفاء. مسود الدبلالي حتى ديك المنحه حتى هي عطيتها المساعدين تاعي. لهذا بالنسبه لي انا فضل ديال الوداد فهو كبير عليا، ومن طبيعه الحال جاتني اوكازا باش نكلع على الاقل ارجع جميل، والحمد لله ربي ما خيبناش ودينا لاكوب في الرباط. وهنا كنتكلموا على الخلافات ديالك سي بدو زكي، كاين خلاف. انا ما عندي خلافات، لكن شي خلافات فهي كتبقى خلافات ديال واحد محترف مع واحد هاوي، ومن بعد الوقت كتعطيني لا ريزو. عندك مثلا المساعد ديالك مصطفى حج. المساعد تاعي هو سعيد شيبة، بريباراتور فيزيك هو العمراني، عايز بودربالة هو اللي كان مكلف باللوجيستيك. بالنسبه لحجي الدور تاعو كان كاسطوره كبالون دور، ملي كان بغي نسافر معها نسافر نشوف اي لاعب جديد، وداك اللاعب مازال عنده دوبل ناسيوناليتي وباقي ما خادش داك الخيار تاعو النهائي، سواء يكون مع المغرب او مع هولندا او مع بلجيكا او يعني مع البلد اللي كيزاول فيه. فهنا تكون معايا مصطفى حجي باش يكون هو يكون عنده واحد دوبل اندور ناخب وطني، يكون عنده واحد التاثير معنوي باش يمكن له يجي. هذا هو الدور ديال مصطفى حجي في التيران. مع التيران ما عنده حتى علاقه في التيران. غنبقاو دائما مع لا في الخطا اللي درت هنايا. الخطا اللي درتي هو انك خرجتي لي واحد الخرجه اعلاميه وقلتي قلتي واحد العباره اللي شي شويه في حقه. شنو هذه العباره اللي قلت؟ باش نوضحوا ما نخليوهاش مبهومه. قلتي افعى. اولا انا ما هاجمتش مصطفى حجي. انا جاوبت على السؤال ديال الصحافي. الصحافي كان ديك الساعه رونار كان قال بان ملي مشى رونار كان دار واحد التصريح كوم كوا بان كيشكر لارغيت وكيشكر حجي اللي كانوا جاو عنده للسينيغال وجلسوا معاه. دوك الوقت داك التوقيت اللي عطى انا دوزت من موراها ثلاث شهور مع المنتخب الوطني. وسؤال ديال الصحافي قال لي كيف كتشوف؟ قلت له انا ما فهمتش. انا اول مره كنصطدم بهذا التصريح ديال رونار اللي كيقول هذا الشيء، وكنشوف انا واحد اللي كان في الستاف معايا مازال نقولوا لارغيت عنده الحق بتوجيهات ديال رئيس الجامعه هو في الدتان، ولكن وكذلك مدير تقني. اما بالنسبه كمصطفى حجي اللي كان اللي معايا في الستاف ويمشي يجلس مع رونار ويجي يدوز معايا 3 موا جالس معايا في التدريب، جالس معايا في الفندق، كيسافر معايا، كيجلس معايا على الطاوله ديال الماكله، هو كيعرف الوجود تاعي سي كيسيون ديال الوقت
يمكن سيمانه يمكن شهر يمكن 3 شهور وكيعرف بان انا غادي نطير فهذا اش بغيت تسميه خيانه. انا قلت ان يعني حدا كلفه دونك انا ما كاينش قال لك انني راح نمشينا انا ما هاجمش حجي انا جاوبت على السؤال كون الصحفي ما سول كنت ما سولتنيش دابا اللي ما نجاوبش دونك انا جاوبت الصحفي ما كان هاجم حد هو اللي كان معك ما قالش لك راح نمشينا عند ما عرف انا والو انا اخر واحد كان كيعرف ديك الوقت بان غادي اقال هو انا ولكن انت راه قلتي بانهم كلب العلاقات الخارجيه هذيك راه داخله في اختصاصات ديالك تاع علاقات خارجيه. بقاو دائما في المحيط ديال المنتخب المغربي كانت صرامه ايضا زائده مع بعض اللاعبين. اعطيني امثله. نيبت مثلا. وي مال نيبت. نيبت راه عارف القصه ديال انك. لا نيبت شوف اولا النيبت واحد ما كينكر القيمه ديال النيبت وداك الشيء اللي عطى النيبت لكرة القدم الوطنيه والافريقيه وكان كسفير الخارج المغرب كسفير كره القدم سواء في اسبانيا سواء في انجلترا كان الماتش ديال وكان النيبت كان كيمر من مرحله فراغ بالنسبه لابليسير اللي كانت عنده كان شي دو موا ما لعبش مع توتنهام ورغم ذلك لعب معنا المباراة ديال سيراليون ديال انتصرنا فيها بربعة لواحد وعندنا آخر مباراة ماشي آخر مباراة لافون ديرني في كينيا مع كينيا درتو كونسونتراسيون في الإمارات أنا جايك عندنا مع كينيا وكان المباراة اللي لعب النيبت مع سيراليون ما كانش في ذاك المستوى تاعو اللي ربحنا بربعة ربحنا بربعة كنا خاسرين بواحد زيرو ورجعنا في المباراة ربحنا بربعة لواحد دونك ملي مشينا غادي نمشيو لكينيا كان عنده مشاكل ديال ماشي مشاكل كان عنده الأم تاعو مريضة خاصها تفتح شي حاجة بحال هكا وكان طلب مني باش يبقى عاد يوصل عندنا أنا ديك الساعة ما قبلتش باش يبقى قلت له نو غتمشي معنا لان الظرفيه ما كتسمحلكش باش تبقى هنا قضي الامور تاعك هنا ما حدك هنا اما باش عاد توصل عليا تا تما نو ما مقبولاش وفعلا مشى معنا ولكن ما دربش ثلاث ايام الاولى في الامارات في الامارات درب معنا سميتو عليه لافي ديال الماتش هذا ما اعتمدتش عليه ما لبسش نهائيا وكان بكل صراحه ماشي شهاده هذه من عندي كان ونعم الكابيتان ونعم الرجل داخل الفيستيار كيف كيحفز اللعابه قائد معنى الكلمه كان قائد معنى الكلمه ما كان وكان انسيدون معاه درنا 0-0 كان بامكاننا نربحوا الحكم دار فينا ما هو حيدنا واحد ضربه جزاء في الشوط الاول وضربه جزاء في الاخر وكان بامكاننا ننتصروا ولعبنا كما كان كيعقل الجميع في مباراه للجمهور تيران اولا مصالح حتى اللعب والجمهور دخل معاك حتى دخل التيران دخلت نعامه نعامه واحد النعامه كبيره نزلت تما في التيران قلت لك وبخلاف المنتخب التونسي لعب اويكلو وفي التيران الكبير اللي هو كيليق باش تلعب في مباراه من هذا الحجم يعني درنا 0-0 بقات لنا المباراه الفاصله هي ديال تونس اما طبيعة الحال ملي رجعنا من كينيا بداو شي تصريحات اللي هي خارجة القانون وخارجة النطاق وهنا خديت القرار تاعي باش يمكن لي ما نعتمدش عليه نهائيا حفاظا على المجموعة. ايضا هذا المشكل ديال النيبس كيختلف على ديال العلالي. ما فهمتش العلالي. العلالي حتى هو كان دخلتي معاه في خلاف مع الوداد. يعني كتدخل في خلاف في هذا مع اللعاب بهذا الشكل فالمشكل ماشي عند اللعاب المشكل عند المسير لان الوداد في ذاك الوقت كانت بدو كوميتي بلا ما نسمي الاسماء شكون هاد المجموعه شكون هاد المجموعه هذه وكانوا هما اللي كانوا كيحرضوا اللاعبين باش يمكن لهم ماشي الرؤساء ماشي الرؤساء شو كنقول الكوميتي يجمع من الرئيس لتحت انا ما كنخبي حتى شي حاجه وهنا المسيرين استعملوا اللعابه واستعملوا العلالي اللي كانت عندي معاه علاقه طيبه واللي كنت كان كيتريني في دارك كيتريني في داري وكنوجدوا حيت له تقريبا واحد 11 ولا 12 كيلو في ظرف 3 موا
حتى هو كيعترف بانه كان استعملوه في هذا المتعب يتحول الامور اللي من بعد دونك هنا ما تحسبهاش على الاخطاء تاعي ولك شاش قد خطا لان عاود تكررت مع المياغري في المانيا كان منعتيه قلت لي بشي فحال حتى هو واحد الدور اه وكاين اتونسيون فرق من الا غادي نبدا نشوف الامور ماشي يدك ونكروازي لبرا ونصفق لا غل غل القاسم مشترك بيناتهم انهم كلهم دي فوديت لا ولكن المشكل ديال العلالي ما عنده حتى علاقه بالمشكل ديال المياغري المشكل ديال المياغري وقع انسيدون بينه وبين باسكال ان جوار افريكا وهاد الانسيدون كيمكن يوقع في جميع الفرق العالميه والعريقه واللي هي مشهوره ولكن اللي ما مقبولش هو دوك التجاوزات ديال المياغري في الحادث اش مزيانه هو اللي خلاني انا ما خصوش يبقى مع المجموعه سينو غادي تزيد داك الشيء يتفاقم وصيفط ورجع لكازا وملي رجعنا لكازا رجع عندي للدار ما فينا حتى 5 دقائق سالينا نتكلموا شويه على التجارب ديالك الاحترافيه كمدرب خارج الوطن كانت عندك تجربه في الجزائر ولا جوج تجارب الا بغينا شباب الوزداد مولوديه وهران فتره قصيره كان عندك عرض من منتخب ليبي العرض اللي تكرر مرارا ربما كانت عندك عروض اخرى شنو هما الدروس اللي استخلصتيها من التجربه الجزائريه حنا تعودنا على ان المدربين ديال الجزائر هما اللي كيجيو عندنا هو اولا التجربه ديال الجزائر فهي كانت ناجحه وبكل صراحه اكتشفت شعب واحد اخر وانا واحد اللي كنت كنمشي مشيت للجزائر اكثر من 5 ديال المرات ولكن حدنا الفندق الملعب الفندق الايروبور وكنرجعوا بحالاتنا وعندنا علاقه طيبه ملي بديت انا كنلعب الكره مع لاعبين جزائريين اللي الان باغين كيجيو عندي وكان وعندنا علاقه كبيره دونك انا ملي مشيت للوزاد مشيت باش نقول لا ندير مانيار مقدمه وباش نقول لا عندي بزاف ديال لي فاصون باش ممكن نقول ممكن نهز السومه ديال سميتو عليه ممكن نطلب الستاف كله معايا دونك ملي مشيت الا كان والليكيب كانت حطات كل رجلها في القسم الوطني واحد رجل او نص رجل في القسم الوطني الثاني ملي مشيت تما باش نقول لا الا كنت تفاجئ بداك الحب ديال الجماهير ماشي غير بالوزاديه جميع الفئات فيما كان يعني تفاجات وهما كانوا منيسين وشفت انا المباراه ديال المنديه مع بالوزداد وهذيك المباراه اللي هما زادوا غمضوا عينهم قالوا الفرقه مشات كانوا خصهم يربحوا وداروا واحد المهم جلست مع مسجع عندي واحد الانسان اللي هو كان تحيتي ليه من هذا المنبر اللي هو اللي كان مكلف بي انا بالترانسفير تاعي بالامكانيات تاعي باللوجمون تاعي يعني هو اللي مكلف البيجي ديالو ديالي انا هو اللي مكلف به دونك ملي سال الماتش قال لي يا كوتش وانا ملي شفت داك الحب ديال الناس وهذا وانا عندي ديك الساعه ما عندي تا كلوب وجاي باش نقول لا وليت نقول هاد الناس اللي كيف شفتها اللي كيف ما يمكنلاش طيح اللي كيف نقول لا اللي كيف طيح غنقطع ورقي انا ونسالي من الكره وهما جلسنا بالليل باش يقولوا لي سمح لنا كوتش اللي كيف راه واخا ما يمكنلهاش تنقد ونقول لهم نو هاد ليكيب راه كتبان لي بحال هاد ليكيب اللي مكلاسي الرابعه المنديه ولا احسن راه ماشي قل بالنسبه للامكانيات اللي شفت كاينه شي شويه ديال الفوضى ديال اللعب كاينه بعض الامور اللي كيخصها غير شويه ديال الوقت وتصلح فعلا تكلت على الله وعندنا اول مباراه مع ما طلبتي حتى شي واحد يكون معك في الستاف كاع دوك الشروط التعجيزيه ما كانش طلبت حاجه واحده لان ديك الساعه انا خارج من ديك الاقاله ديال المنتخب الوطني قلت للمسجع دي انا حاجه بالنسبه للستاف دير لي ولاد الناس انا ما باغي ما يكونش كومبيتون غير يكون ولد الناس يكون ولد الناس وكل انسان اللي كيعرف يحافظ على السر ديال الفيسيال ماشي التليفون تاعو مع لي سيت ومع لي ميديا وكيخرج بعض الحوايج سواء اللي كاينه سواء اللي ما كايناش اللي كيمكن لها تقيس الاستقرار ديال الفريق وفعلا
جاب لي يعني تولى الناس اللي الان باقي عندي معهم صداقه وباقي عندي معهم علاقه وباقي الان كنتواصلوا. وكانت عندنا اول مباراه مع المصيه، والمصيه هي الاولى وكتربح 3-4 وكل الكل كيظن بان ديربي كل الكل كيظن بان الفريق غادي يخسر 3-4. الا والحمد لله رضا الوالدين كان تصرف باصابه واحده لصفر، وكانت هذيك هي الانطلاقه. هي الانطلاقه. حنا كنتكلموا على السيربي، كانت الحدث الشهير هو انك استغليتي حدث رياضي وطالبتي باعاده فتح الحدود بين المنتخب بين المغرب والجزائر، طلبتها من الرئيس اللي ولا الان الرئيس الحالي سي عبد المجيد تبون. بس نوضح لك واحد الصوره على الجزائر، اللي عنده صوره على الجزائر وبغى يعرف الجزائر خصو يمشي يعيش تما، وهذا يعرف الجزائريين كيفاش كيبغوا المغرب بغض النظر على المسائل السياسيه احنا اللي ما كنعرفولهاش وما كان وكل ما كنا كتلون. لهذا بالنسبه لي انا كيفاش جاتني الفكره. ما كانش مرتبه مع شي جهه من الجهات. ما واش انا عندي شي جهه، انا ماني سياسي، ماني كنتمي لشي حزب سياسي، ماني في شي جماعه. ما كيفاش جات الفكره؟ انا ملي كنسافر من الجزائر للمغرب او من المغرب للجزائر كنشوف دوك المعاناه ديال دوك الناس اللي مسافرين معايا. كنلقى فين ساكن؟ ساكن في وهران. واش ديك المعاناه لا من جهه المغاربه ولا من جهه الجزائريين؟ وتنقول لها الحدود هي مفتوحه في السماء، علاش ما تفتحش في الارض؟ وعلى الاقل هاد الناس هادو يستافدوا. ملي جاتني الفرصه وانا طالع باش يمكن نسلموا الكاس والميداي ديالنا ديال لافينال، قلت وكاين الرئيس ديال المسيو عبد المجيد تبون، قلت سلموا هما اللي نقولها ليه. وفعلا ملي جاتني اللوكازيون وسلمت عليه، قلت له المسيو عبد المجيد انا راني ماني سياسي، ماني كنتمي لشي جماعه سياسيه، هذه راه كاين بعض المشاكل ديال المغاربه والجزائريين اللي هادي واللي كيتعذبوا ماديا ومعنويا وصحيا، عفاك لما فتح لنا الحدود. ويقول لي كل خير ان شاء الله. تكلمتي لي على قلتي لي ما انا سياسي، ما انا كدا عماني شي جهه، ولكن ما غلطتيش بلي دخلتي انتخابات واحد العام؟ لا والله لا غلط، هذه غلطه اكبر غلطه هذه. كنت وترشحت في الدرب ديالنا ديال سلا، وفعلا جيت الثاني وكنت انا اللي خصني نجي الاول رغم ان الحمله ما ديتها، ماشي درتها واحد لامانيار كما تنقولوا اماتور، ماشي بداك الشكل. وخليت الحمله ومشيت لعبت التكريم ديال شوبير في مصر واحد الرحيم وسط الحمله، وحتى ولو دوك المنافسين تاعي تيقولوا للناس راه كاع مسوق لكم كاع هادي هادي. دونك ديك ملي دخلت لقيت كنت كدير دويره في الدروب، كندير دويره وكانت كتبعني جماهير كثير. واحد النهار مشى معايا خويا الكبير تخلع، شاف داك الشيء قال لي انت الفوضى كلها دايره في حي السلام في سلا وما عارفش الاهميه، انت خرج عليها من هادشي، يا اما شدوا بالمعقول ولا بعد من تدير خضره فوق طعام. ماشي خضره فوق طعام، انا ملي تعرضت عليا بواحد لامانيير قلت بوركوا با. شكون اللي ورطك؟ شكون اللي ورطك؟ ماشي ورطني، كانوا اولا الناس ديال دربنا ديال سلا، وكان مسيو عرشان انت هو اللي حط لي ان بروجي بلي لا مانيير بوليتيك، وني فسروا لي انا بدي المانيير اللي هي رياضيه ونفيد وندافع على المنطقه ديال الرياضه بهذا الشكل. ولكن ملي من بعد دخلت للسياسه كنلقى داك الشيء خصك تكذب، خصك بزاف ديال الحوايج اللي ما نعرفلهاش انا. وفعلا بعت رغم درتي فورفي ماشي درت فورفي، دزت دوز ايام والدائره تعاودت في الانتخابات لانه وقعوا فيها طعونات، الا انا حتى واحد ما طعن فيها. كان العامل مسمى العينين اللي عيط ليا لان الدائره غادا تعاود وطلب مني باش نوجد راسي وداك الشيء. قلت له سيد العامل انا ما قلتليش بغيت ندخل الانتخابات، ما قلتليش بغيت لا ننجح لا ولا بغيت هاد الساعه التقار، انا غلطت ملي دخلت الانتخابات والشي ما كنعرفلوش. فعلا داز واحد الشهر من مورا قبل ما قبل شي كان الجور وبداو يتعادوا الانتخابات، كيعيط للمجلس الدستوري اللي في الرباط. انا ملي جاتني السيده تخلعت قلت شي هادشي هذا، اللي مشيت عاوتاني كياكدوا عليا باش كيخصني ندخل الانتخابات لان انا هو المعني بالامر وانا هو اللي كيخصني ننجح وخصك تدخل الانتخابات. قلت لهم شوف الناس انا ما بغيتش، بقاو تعيطوا لي نهائيا
وانا راني غلط ملي دخلت هاد الانتخابات هادو. وفعلا خدوا مني التزام كم قوى اللي بدات الانتخابات ماشي نجيش نطعن ولا ما كاينش. باش نختموا، اخر غلطه رفضتي عرض انضمام لريال مدريد وما ادراك ما ريال مدريد في واحد الفتره من الفترات، وفضلتي تبقى في مايوركا. لا ماشي حتى واحد ما كيف حتى واحد ما كيرفض ريال مدريد. اللي رفض ديك الساعه هو الرئيس كونتيسي، وتحياتي ليه من هذا المنبر هذا، اللي كان كيعتبرني بحال واحد من ولده، اللي كان كيعتبرني رمز من الرموز ديال الجزيره ديال مايوركا، واللي كان كيقول بان السومه اللي غادي نمشي بها ريال مدريد ماشي هذيك السومه اللي عطاو. ورغم انا اوف كنت باغي نمشي، ولكن بالكلام تاعو بلافي اللي كان عايش في مايوركا والناس كيف كتعاملني، فانا فضلت نمشي مع الراي تاعو حتى يعطيو داك المبلغ اللي باغي هو. كلمه اخيره بدو الزاكي باش نختموا هذا اللقاء الحواري الشيق معاك، اللي سمعنا فيه بعض الوقائع، بعض الحكايات، بعض الروايات، روايات اخرى اختلافا لما كنا كنسمعوا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. كلمه اخيره. أولا كنشكرك السي حسين على الاستضافة هذه اللي فتحتي واحد القناة بيني وبين الجمهور، وبعض الأسئلة اللي كانت كدور اللي كانت يعني كيخصها واحد الجواب واضح من المصدر اللي هو أنا. ورغم استدعيتيني باش تشوف غير السيئات تاعي، خطا اخرى عيط عليا باش تشوف الحسنات اللي عندي ان شاء الله. وبهذا كنوصل لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم غلطه العمر، نتلقى معكم في حلقه اخرى مع ضيف اخر ونبش في مسارات اخرى. الى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، الى اللقاء.